نبتدي كلامنا عن الحدث السياحي الأهم والأبرز حاليا في مصر وكمان في العالم العربي. كل يوم بياخد اهتمام أكبر وداخل وخارج مصر، وهو طبعا بالتأكيد مهرجان العالمين. بيقام في نسخته الثانية في صيف 2024. مهرجان العالمين بيقدم في نسخته الثانية ومع بداية أسبوع الثاني باقة متنوعة أيضا من العروض والفعاليات الترفيهية والثقافية، بالتأكيد بتتناسب مع كل أفراد الأسرة، ودي أهم نقطة على فكرة بالنسبة للمهرجان وفعاليات المهرجان والقائمين على المهرجان اللي كانوا مهتمين إن هم من خلال الحدث ده إن هم يغطوا كافة احتياجات ومتعة جميع أفراد العائلة. طبعا كل حدث هناك بيتناسب مع كل فرد من أفراد الأسرة، سواء إذا كان رياضي، فني، ثقافي. ما فيش حد تقدر تقول عليه مش مناسب إنه هيلاقي الحاجة اللي هو عايزها هناك. أي فئة عمرية أنت بتدور عليها هتلاقي لها الشيء اللي يساعدها واللي يبسطها ويلاقي الانترتينمنت بتاعته على مدار، بنتكلم في 50 يوم في المهرجان، بنتكلم على أكبر عدد من الأيام اللي طبعا ابتدى يوم 11 يوليو وهينتهي يوم 30 أغسطس بإذن الله. ده بالتأكيد في إطار السعي لتقديم تجربة أفضل كل سنة وتجربة ترفيهية مميزة لكل الزوار اللي هيكونوا متواجدين هناك. جدول فعاليات اليوم طبعا من مهرجان العالمين هيكون كالتالي، زي ما استعرضنا معاكم كل الايام اللي فاتت عاوزين نقول الايام القادمه هتكون عامله ازاي. امبارح هنستعرض معاكم برضو اليوم كان مميز جدا، يوم رياضي، هقول لكم مشي ازاي وهفكركم وفكر الجمهور برضو الحفلات اللي يقدروا يروحوها في 8 ايام المهرجان اللي هي ان شاء الله هتكون النهارده. امبارح كان في اكتر من فعاليه، يمكن ابرزها كان عربيات الطعام والاكل اللي موجود على البحر، ودي فعاليات على فكره بتقام في منطقه مخصصه لده لتناول اشهى الماكولات البحريه الطازجه، وده طبعا بيبقى على كورنيش العالمين. وكمان مهرجان اللمه اللي كان فيه مجموعه كبيره من الانشطه الاجتماعيه والترفيهيه اللي مناسبه لكل افراد العائله زي ما قلت لكم. اكلات منطقة ألعاب للأطفال، عايزة أقول لكم بقى دي خطيرة جدا جدا، من أجمل الأماكن اللي بقت موجودة بعد أو من خلال كده وانت ماشي على الممشى السياحي، تلاقي قدام شوية منطقة ألعاب كبيرة جدا بقت مخصصة للأطفال. وعلى فكرة هنا ما بقولش الأطفال بس، ليه؟ لأنك كمان هتشوف ألعاب ممكن الكبار يمارسوها، ودي بقى مخصصة ومعمولة على أعلى الدرجات وعلى أعلى الكفاءات علشان يقدروا الكبار إن هم يستمتعوا. يعني بنقول ملاهي للكبار وللصغار، فدي على أعلى مستوى ومجهزة إن هي يكون فيها إمكانيات عالية جدا متواجدة، وهتشوفوها وتستمتعوا بيها في مهرجان العالمين.